وأمام بداية هذا التحدي. إذا ينطلق مشاهدينا الكرام شوطنا الرابع، والميكروفون يذهب للزميل حمد بن محمد الزعبي ليتابع معكم انطلاقة هذا الشوط القوي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا مستمعينا الكرام أحييكم أولا بتحية الإسلام الخالدة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. شكرا لكافة الزملاء وعلى رأسهم سعد بن مثلع العتيبي، وكذلك أستاذنا، كذلك ضيفنا العزيز عبد الرحمن أحمد أمين، ولزميلنا المعلق علي بن ثامر المحشادي. إذا نحن في هذا اليوم مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، نحن في هذه الفترة الصباحية وفي هذا اليوم بالتحديد، يوم كبير ويوم نخبة يا مشاهدين ويا متابعين أينما كنتم. إذا بسم الله نبدأ، باسمه نتوكل، منه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق، نبحر وإياكم في مجريات شوطنا الذي انطلق قبل لحظات، وهو شوط عام، شوط ليس مجرد شوط نخبة يا مشاهدين، شوط كل الصفوة في هذا الموسم، يعني هذه المشاركات كلها حاصلة على إنجازات، كلها أيضا متواجدة هنا في درهام التحدي لكي تثبت وجودها في السيطرة في من تنتزع مقدمة هذا الشوط وناموس هذا الشوط. إذا نبحر وإياكم ونخوض مجريات هذا الشوط بمن تقود المسيرة وتحتل المركز الأول. اللي تحتل المركز الأول الشايبة، عايدة ملكيتها للسيد محمد بن زايد المنصوري، هي من تقود المسيرة وتحتل المركز الأول. المركز الثاني وصلت مشوشة لصالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل هو من يدير عملية تضميرها. أما المركز الثالث فوصلت شواهين لعبد الله بن مظفر العامري، سالم بالصغير العويسي هو من يضمرها. المركز الرابع وصلت في المركز الرابع الشاهينية لصالح بن حمد القمرة، حمد بن سالم بن جهويل هو من يضمر الشاهينية. نقلتنا على المركز الخامس، وصلت في المركز الخامس الدوحة لجار الله بن محمد بن عقيل، هي من تحتل المركز الخامس. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، نعود إلى مقدمة هذا الشوط. كل من يشارك في هذا الشوط 15 خابط مشاركة هنا يا مشاهدين، يا مستمعين الأعزاء أينما كنتم، 15 سابق هنا أيضا لها إنجازاتها ولها تواريخها في كل الميادين في هذا الموسم وفي كل المواسم. الله الله الله، نحن في حيرة، وأيضا كل المشاهدين كذلك يترقبون المفاجأة لنهاية هذا الشوط. نعود مباشرة إلى المقدمة، إلى مقدمة هذا الشوط اللي تحتل المركز الأول منذ البداية الشايبة لمحمد بن زايد المنصوري، هي من تقود المسيرة. وهناك ضغوطات في المركز الثاني، اللي تحتل المركز الثاني يمشوشة لصالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل هو من يدير عملية تضميرها. نقلتنا على المركز الرابع الثالث اللي تحتل المركز الثالث شواهين لعبد الله بن مظفر العامري، سالم بن الصغير العويسي هو من يضمرها. المركز الرابع اللي تتدخل في هذه اللحظات، اللي وصلت جواهر لمنصور بن سيف بن ذويب العامري. أما المركز الخامس وصلنا شعار السندباد في هذه اللحظة، الظبي لصالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل. نعم يا مشاهدين، يا مشاهدين الكرام أينما كنتم، نعم نحن ننتظر وإياكم اللحظات الحاسمة واللحظات الأخيرة. نعم حينما كنا
كنا نشاهد المجلس نعم في يوم أمس مع زميلنا علي بن فطيس، نعم الحيرة أيضا في الترشيحات، كل الإخوة لم يؤكدوا الترشيح، نعم هي كل من يشاركنا في هذا الشوط الكل مرشح، والكل أيضا مرشح لانتزاع ناموس هذا الشوط. يا سلام الكل صاحبات إنجازات، نعم ها هي المشاركات في هذا الشوط العام للثنايا في هذا الشوط. يا سلام، نحن في الانتظار يا مشاهدين، في الانتظار، مشوشة تشوش على الجميع، تقود المسيرة صالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل يقودها في عملية التضمير. يا سلام، المركز الثاني، وصلت في المركز الثاني جواهر لمنصور بن سيف بن ذويب العامري، أما المركز الثالث فوصلت الظبي صالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل يضمرها كذلك. المركز الرابع وصلت الشايبة لمحمد بن زايد المنصوري، هي من تحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس وصلت شواهين لعبد الله بن مظفر العامري، سالم بن الصغير العويسي هو من يضمرها. أسلام يا سلام، نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، نعود إلى هذا الشوط العام يا مشاهدين، شوط عام وليس مجرد شوط، شوط يرتقبه الجميع، شوط له ثقله وله أهميته. نعم ها هي، نعم غادمات من كل مجلس، من كل دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المهرجان، مهرجان التحدي. يا سلام، نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط ونشوف جواهر هي من تقود المسيرة. جواهر هي من تقود المسيرة، 4 كيلومترات تفصلنا عن خط النهاية، المسافة تنتصف يا ملاك، يا مشاهدين ويا مستمعين أينما كنتم، نشوف جواهر هي من تقود المسيرة لمنصور بن سهيل بن ذويب العامري، هي من تحتل المركز الأول، بينما النغلة التالية على المركز الثاني، هناك ضغوطات من الجانب اليمين، مشوشة لصالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل هو كذلك يشوش على جواهر في هذا الموقع. نشوف المركز الثالث، وصلت في المركز الثالث الظبي لصالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل هو من يضمر الظبي كذلك. نشوف المركز الرابع اللي وصلت الشايبة لمحمد بن زايد المنصوري، المركز الخامس أيضا ينضم إلينا اسم جديد يا مشاهدين الكرام، يا متابعين الأعزاء أينما كنتم من الجانب اليمين، وصلت المتحدة لزايد بن محمد بن زايد الخيارين، نوار بن دخيل الله العتيبي كذلك يشاركنا في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، السلام، أسماء نخبة يا مشاهدين، يعني ما نقدر نرشح شيء على شيء. نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط، نعود والعود محمود إلى مشوشة، مشوشة ما زالت تشوش على كل المشارك، كل من يشارك في هذا الشوط تشوش عليه في هذا الموقع. 3 كيلومتر يا متابعين، 3 كيلومتر يا مشاهدين ويا مضمرين، مشوشة تقود المسيرة، مشوشة صالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل يضمر مشوشة، نعم هو متألق مع هذا الشعار، هذا المضمر حمد بن محمد بن جهويل. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظة جواهر منصور بن سهيل بن ذويب العامري، هو مالك جواهر. نشوف المركز الثالث، وصلت الظبي لصالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل يضمر الظبي. هناك حضور مكثف لشعار السندباد صالح بن حمد القمرة. نقلتنا على المركز الرابع، اللي وصلت في المركز الرابع الشايبة لمحمد بن زايد المنصوري. المركز الخامس، نشوف المركز الخامس المتحدة لزايد بن محمد بن زايد الخيارين، نوار بن دخيل الله العتيبي
بينما ينخطف المركز الخامس في هذه اللحظة. حربة حربة هي من تحتل المركز الخامس، سيف بن محمد بن زايد الخيارين، زايد بن سعيد بن لجبع هو من يضمرها. نعود مباشرة مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء إلى مقدمة الشوط. إذا أشوف هناك أيضا غزو مكثف على بقية المراكز المتأخرة. نعود إلى مشوشة وصالح بن حمد القمرة مع هذا الشعار الذي يشوش على كل الشعارات المتواجدة في هذا الشوط العام. 2 كيلومتر تفصلنا عن خط النهاية. مشوشة ما زالت تقود المسيرة، مشوشة ما زالت تحتل المركز الأول بكل قوة، تحمل شعار السيد صالح بن حمد القمرة. حمد بن محمد بن جهويل يديرها في عملية التضمير. أما المركز الثاني فوصلت في المركز الثاني جواهر لمنصور بن سهيل بن ذويب العامري. المركز الثالث وصلت الظبي للسيد صالح بن حمد القمرة. حمد بن محمد بن جهويل يديرها في عملية التضمير. المركز الرابع وصلت حربة لسيف بن محمد بن زايد الخيارين، زيد بن سعيد الخيارين كذلك هو من يضمرها. المركز الخامس، المركز الخامس ينضم إلينا اسم جديد كذلك، الدوحة لجار الله بن محمد بن عقيل تتدخل في خامس المراكز. هناك غزو مكثف يا مشاهدين، نحن في الانتظار، نحن كذلك في الانتظار. شوط ياهو شوط 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو، ونحن على أعصابنا وكذلك نحن في الانتظار. يا سلام يا سلام، مشوشة ما زالت تقود المسيرة، مشوشة لصالح بن حمد القمرة، ولكن هناك مرور وتجاوز في اللحظات الحاسمة. هي جواهر من تغير الأمور لمنصور بن سهيل بن ذويب العامري، هي من تحتل المركز الأول في هذا الموقع وفي هذه اللحظات. إذن الشاهيني جواهر تقود المسيرة لمنصور بن سهيل بن ذويب العامري، هي من تحتل المركز الأول. أما المركز الثاني مشوشة لصالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظة من الجانب اليمين، وصلت الدوحة لجار الله بن محمد بن عقيل. المركز الرابع أيضا تنضم إلينا في هذه اللحظة، حربة لسيف بن محمد بن زايد الخيارين، زايد بن سعيد الخيارين هو من يضمرها. المركز الخامس من الجانب اليمين اللي تحتل المركز الخامس جماله لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، ناصر بن سالم المكسور. 800 متر يا مشاهدينا الكرام، 800 متر يعني ما عاد هناك مدى يا مضمرين، ما عاد هناك مسافة. من يريد الناموس في شوط النخبة، شوط النخبة وفي هذا المهرجان، مهرجان التحدي. يا سلام، جواهر تحمل آمال منصور بن سهيل بن ذويب العامري، وتحمل آمال أيضا أشقانا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الدوحة هي من تحتل المركز الثاني، وكذلك تحمل آمال جار الله بن محمد بن عقيل، وتحمل آمال كذلك جمهور الشحانية. نعود إلى جواهر، جواهر ومنصور بن سهيل بن ذويب العامري. اللحظات الأخيرة، الدوحة في المركز الثاني، جار الله بن محمد بن عقيل، والمركز الثالث وصلت في هذه اللحظة حدث لسيف بن محمد بن زايد الخيارين، زايد بن سعيد بن لجبع. ولكن خلوني مع جواهر الدوحة. يا سلام، الدوحة. يا سلام، تهانينا مشاهدينا الكرام، نزفها لمالك الدوحة جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثاني وصلت في جواهر لمنصور بن سهيل بن ذويب العامري. المركز الثالث مشاهدينا الكرام حدث لسيف بن محمد بن زايد الخيرين. المركز الرابع معاهدة للسيد محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الخامس وصلت حربة لسيف بن محمد بن زايد الخيارين. إذا مشاهدينا مستمعينا الكرام أينما كنتم، عشنا وإياكم إثارة جميلة في هذا الشوط العام لهذه المفاجأة الجميلة لهذا الشعار، شعار السيوف، شعار سيد جار الله بن محمد بن عقيل. تهانينا مشاهدينا الكرام، نزفها لمالك الدوحة. كما ذكرنا جار الله بن محمد بن عقيل، ها هي لحظات وصولها كما تشاهدون على شاشة التلفزيون. قطعت المسافة في زمن مقداره 13 دقيقة و9 ثواني و13 جزء
من الثانية. التهنئة موصولة مشاهدينا الكرام للسيد جار الله بن محمد بن عقيل مالك الدوحة. المركز الثاني وصلت جواهر، قطعت المسافة في زمن مقداره 13 دقيقة وتسع ثواني وعشرين جزء من الثانية، أدت العرض الذي تشكر عليه. إذا تهنياتنا لمنصور بن سهيل بن ذويب العامري. المركز الثالث وصلت حدث، قطعت المسافة في زمن مقداره 13 دقيقة و12 ثانية 24 جزء من الثانية، التهنية موصولة لسيف بن محمد بن زايد الخيرين ولزايد بن سعيد بالأجبع. المركز الرابع، المركز الرابع ها هي لحظات وصولها، معاهدة قطعت المسافة في 13 دقيقة و13 ثانية و17 جزء من الثانية، التهنية موصولة مشاهدين الكرام للسيد محمد بن سلطان بن مرخان ولغدير بن خاتم بن خادم الزرعي. إذا